في الحقيقة القضاء العراقي بدأ يأخذ دوره في قضية التنصت، وهاي قضية التنصت هي تعتبر يعني جريمة غير أخلاقية، يعني أصبحت اليوم هذه القضية هي لا تمس فقط الشأن السياسي بل ذهبت إلى منعطف آخر. اليوم التجسس اللي موجود على أجهزة التليفونات بالنسبة اللي كانوا سياسيين أو القضاء أو مؤسسة دينية وغير ذلك، هذا العمل أنه أخذ بعد آخر. يعني تعرف أنت هذا السياسي يتكلم مع زوجته ومع أخته ومع والدته، بالتالي أنه أصبحت هذه حتى الأمور العائلية تدخلت بها هذه عملية التنصت. إضافة إلى ذلك اليوم بدأت أنه الكثير تطلع من التسريبات، وهذا يعني هاي بداية ومنعطف إلى حدوث مشاكل وعملية تغيير في العملية السياسية. السؤال أنه من قام بهذا العمل ومن كلف بهذا العمل؟ هذا العمل يحتاج إلى فريق كامل متكامل، وعليه محاسبة من أسس لهذه الجريمة مهما كان منصبه، سواء كان أنه رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو من الأجهزة الأمنية. بالتالي إحنا القانون كالسيف لا يستثنى منه أحد، كالموت عفوا لا يستثني منه احد. بالتالي انه هذه اليوم اذا اراد انه نقول انه محاسبة الفاسدين للوصول الى الجريمة بشكل مباشر عن طريق التنصت، ولكن استغل هذا الموضوع وبتعاون اعتقد انه بعض الاجهزة الامنية الوطنية التي كلفت هي واجبها انه حماية امن ومواطن حماية امن المواطن العراقي، بالتالي وظفت بهذا الشكل لمصالح سياسية واستخدمت التسقيط الشخصيات السياسية الأخرى بغض النظر إن كان أكو خلاف سياسي أو منافسة سياسية، ولكن لا يمكن أنه استخدام هكذا أساليب في السياسة العراقية الحديث. نعم، فضيحة التنصت أحدثت فجوة كبيرة بين السوداني وقادة الإطار التنسيقي، كيف سيؤثر ذلك على الحكومة وحتى على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء؟ نعم، يعني في الحقيقة اليوم المشاكل اللي قاعد نشهدها بالعملية السياسية في حكومة الإطار التنسيقي هي سببها هذا التنصت، هذا التجسس. اليوم أكو انشقاقات بين السيد المالكي والسيد السوداني، أكو نوع من أنواع الخصومة، وبالتالي ذاهب العملية السياسية إلى منحدر، إلى انفكاك، إذا تقدر تقول أنها وصلت إلى مراحلها الأخيرة، إلى أنفاسها الأخيرة. بالتالي هذا كله يؤثر على الاقتصاد العراقي، يؤثر على العملية السياسية. السيد السوداني كان خاطئ بهذا التصرف، وسوف يحاسب. أنا في رأيي يعني المتواضع أنه سيحاسب من قبل المؤسسة القضائية على هذا الموضوع، وإن كان هو رئيس وزراء هذا لا يعني أنه اليوم الهروب مثل نقول لحم الأمام في قضية الانتخابات القادمة أو تستخدم لصالح تسقيط الشخصية الفلانية والشخصية الفلانية. أبداً، الكثير الأحداث القادمة سوف تكون أحداث يعني غير طبيعية في العملية السياسية. نعم. معظم التسريبات التي ظهرت ربما هي صحيحة بحسب مصادر مطلعة. سيد مكرم، هل يفهم من ذلك أن هنالك تسريبات أخرى ستظهر خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة؟ نعم، التسريبات كلها صحيحة، والدليل على ذلك أنه أي تسريب نزل بالتالي يكون إجراء. يعني أجيب لك مثال، السيد عبد الكريم الفيصل رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء. نعم بالضبط، يعني هذا شيء حقيقي وأثبت، والدليل على ذلك أنه أقاله وتكفل في كفالة 50 مليون وطلع. التسريبات القادمة تسريبات كبيرة، تسريبات مو فقط فساد مالي، لا أكبر من هذا الشيء، ولكن أنه لو ظهرت هذه التسريبات سوف تنتهي العملية السياسية. فلهذا إذا لاحظت أنه السيد المالكي في لقاء على أحد القنوات يريد أن يقوم بإجراء عملية انتخابات مبكرة، السبب من ذلك أنه لا تتفكك هذه العملية السياسية، لأن الآن هي تعيش حالة خطرة جداً
كل القوى السياسية ورؤساء الكتل غير متفقين على رئاسة الوزراء اليوم. يعني بعد سنتين اكتشفت أنه هذه الكتل السياسية هي كلها مراقبة، هذه الكتل السياسية كلها قاعد يدار من خلفها، خلف الكواليس يدار على مؤامرة كبيرة. بالتالي أنه وصلوا إلى مرحلة أنه انعدام الثقة إلى درجة الصفر. بالتالي أنه هذا ما يمكن اليوم أكو حكومة لبناء مؤسسات عسكرية، مؤسسات بدنية. اليوم أصبحنا إحنا فقدنا يعني نقول شرعية الحكومة. الحكومة اليوم أصبحت لا توجد ثقة بين الكتل السياسية إطلاقاً.